من أعظم العبادات عبادة الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فإذا علم ذلك نعلم أن الدعاء حق لله سبحانه وتعالى لا يستحقه بشر، لأن الله أمرك أن تدعوه جل وعلا وحده، ونهاك أن تدعو معه غيره. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وقال: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، أي من المشركين. فغير الله سبحانه وتعالى لا يملك لك نفع ولا ضر، فالنفع والضر بيد الله. لذلك لماذا يتوجه الإنسان لغير الله؟ غير الله لا يملك لك شيء، لا نفع ولا ضر. لذلك كان من السفه يتوجه الإنسان لغير الله جل وعلا. قال تعالى: قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. فالنفع والضر بيد الله. وأخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن غير الله لا يملك لنفسه نفعا ولا يكشف عن نفسه ضر، فكيف يكشف عنك أنت؟ هو نفسه ما بيقدر يدفع عنا ضر. وبين الله هذا المعنى في آيات كثيرة. قال تعالى: قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. فلا يملك لك كل ما عبد مع الله لا يملك دفع الضر عن نفسه. إن أراد الله سبحانه وتعالى به سوءا أو أراد بك الله سوءا لا يستطيع أبدا أحد أن يدفع عنك هذا الضر. وكما قال جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. فمن المتغرر أن غير الله سبحانه وتعالى لا ينفع ولا يضر. لذلك الإنسان يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى الذي بيده هذا الأمر. نجد أن الناس الليلة توجهوا لأصحاب القبور من الصالحين وغيرهم، صرفوا لهم العبادات مع الله سبحانه وتعالى وهم لا يملكون لك نفع ولا ضر. فتوجه إلى الله سبحانه وتعالى وحده، ولأن الله أمرك أن تدعوه وحده ونهاك أن تدعو معه غيره. وبين أن هذا كفر بالله، دعاء غير الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله كفر أكبر. كما قال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فسمى الله من دعا غيره كافرا. لذلك الإنسان يحذر من هذا الأمر، والأمر ده منتشر الليلة. يا فلان من الأولياء والصالحين يدعونهم ويتقربون إليهم بهذه الأمور، وكل هذا شرك وكفر. وقال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. الله قال لك الذين يدعون معه لا يستجيبون لك، مش انت دعيت في حاجة الله قال لك ما بيستجيب لك، لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء. وهذا فيه أن هذا المدعو في هذه الدعوة لا تجاب لك أبدا ولا يقدر عليها صاحبها أبدا، إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. الله سماه كفر برضو. وقال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فأمرك الله أن تدعوه وحده جل وعلا. وبيّن أن صفة أهل الكفر أنهم يكرهون أن يدعى الله جل وعلا وحده. أنت زعلان ليه؟ كثير من الناس بيزعلوا ليه؟ نقول لهم أمسكوا في الله براو، خلوا الأولياء، خلوا الصالحين، أمسكوا في الله، بيزعلوا من الكلام ده. وده صفة أهل الكفر. والله سبحانه وتعالى بيّن على أهل الشرك
قال وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إما تقول يا الله براو الشغلة دي ما بتجي معه، ممكن يضاربك في الشغلة دي رغم إنك قلت يا الله براو، لكن برضو ما بيرضى الكلام ده. وإذا ذكر الذين من دونه، من دونه ديل الجماعة البنادوم مع الله ديل، يا هم الموجودين الليلة البنادوم، يا فلان من الأولياء والصالحين وغيرهم، وهذا كفر بالله. وكما قال تعالى وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، لا يريدون أن يخلصوا العبادات لله جل وعلا. ولذلك أخبر الله سبحانه وتعالى عن حالهم في النار، قال تعالى إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، وقالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فهل إلى خروج من سبيل، ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. ما دارين يدعى الله براو، ما دارين نتوجه للعبادات بالعبادات لله جل وعلا وحده، فهذا كفر وضلال. لذلك قال قوم هود عليه السلام أنكروا عليه هذا الأمر لدعوة الرسل، قلنا إنهم بيقولوا لهم أعبد الله براو، قالوا له قالوا أجيتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، ما داير يخلوا ما دايرين يوحد الله سبحانه وتعالى ودايرين يشركوا بالله، ولا يريدون ترك ما عليه الآباء ولو كانوا على ضلال. فلا حجة لك أن تقول هذا ما وجدنا عليه الآباء، ده ما بينجيك أمام الله سبحانه وتعالى، إنما تتبع الحق وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. وبعض الناس الليلة يتفلسفوا يقول لك يا أخي ديل الشيوخ ديل واسطة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، ونحن دايرين الله في النهاية، لكن ديل بس واسطة بندعوهم يقربونا إلى الله، ديل واصلين ونحن عندنا ذنوب ووسخانين. والكلام ده نفس كلام المشركين الأوائل، الله سبحانه وتعالى قال عنهم ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فالمشركين الأوائل قال ديل بس بيقربونا لله، الصالحين اللي كانوا بيعبدون والأصنام، والأصنام دي هي أصلا ما هي أصلا صور لناس صالحين عظموهم وعبدوهم مع الله، كما في صحيح البخاري أن ابن عباس رضي الله عنه قال في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يقوث ويعوق ونسرا، قال هذه أسماء خمس رجال صالحين من قوم نوح، لما ماتوا عكف الناس على قبورهم ثم طال عليهم الأمد فأوحى إليهم الشيطان أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون عليها أنصابا وسموها بأسمائهم، ثم ذكر أنهم لم يعبدهم الأوائل، فلما نسي العلم عبدوا مع الله سبحانه وتعالى. فأصل هذه الأصنام تعرف إنها صور لناس صالحين، لكن الناس عظموهم أكثر من اللازم. لو أنت في الصالح، لو أصلا هو صالح، لو أصلا ما زي الجماعة دي، لو أصلا هم صالحين ويدعوك إنه تعبد الله براو ديل تحترمون، لكن ناس يدعوك إلى عبادة غير الله هؤلاء ليسوا بصالحين، ويدعون أنهم يعلمون الغيب وأنهم يهبون الذرية وأنهم يملكون الكون وأنهم يغيثون الذي يريد الغوث، فكل هذا من الشرك والضلال. الدعاء لله جل وعلا وحده هذه عبادة. وبيّن الله أيضا أنها كفر كما قال تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. في لحظات الموت والشدة تقول الملائكة لأهل الشرك الذين يدعون مع الله غيره أين الذين تعبدونهم وتتقربون إليهم مع الله جل وعلا، فما وجدوهم في هذه الشدة قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا يدعونهم ومع الله، وهذا كفر بالله جل وعلا كما بيّن الله سبحانه وتعالى هذا الأمر. فنتوجه بالدعاء لله سبحانه وتعالى.
والكلام ده زي ما بينا لكم بيزعلوا منه أهل الشرك زي ما قال الله في القرآن. فالناس توحد الله سبحانه وتعالى. ومن تلك العبادات التي جاء الرسل ليبينوا للناس أنها لله جل وعلا وحده عبادة التوكل، وهي اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى في جلب المنافع ودفع المضر. تتوكل على الله سبحانه وتعالى كما قال الله سبحانه وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. تتوكل على الله لأنه هو الحي وغيره يموت وهو ضعيف لا يملك لك أصلا شيئا، فتتوكل على الله سبحانه وتعالى. وقال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فجعل التوكل شرطا للإيمان، أتوكل على الله سبحانه وتعالى. ومن تلك العبادات عبادة الاستغاثة، وهي الدعاء عند الشدة، تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. ها الناس الليلة في الشدائد بتوجهوا لغير الله، أصحاب القبور. والله جل وعلا يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزوة بدر وهم كانوا في شدة، قال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. استغاثوا بمن يا إخوان؟ استغاثوا بمنو؟ النبي والصحابة، بالله جل وعلا. فما توجهوا للأنبياء من قبلهم ولا إلى الأولياء، وتوجهوا إلى الله جل وعلا، لأنهم كانوا يعلمون أن هذه عبادات تكون لله كما أمر، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فهذه علموا أنها لله جل وعلا فاستغاثوا به جل وعلا. وكما قال جل وعلا: من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. فالذي يكشف هذا استفهام مستقر معناه أنه لا يكشف الضر والسوء إلا الله جل وعلا. لذلك تتوجه إلى الله في هذه الشدائد، إلى الله جل وعلا وحده، خلافا لما عليه الناس اليوم ولما يدعو إليه أهل الشرك والضلال. ومن تلك العبادات عبادة الاستعاذة، وهو الالتجاء والاحتماء، أن تلتجئ بالله جل وعلا، تلتجئ عند إذا خفت من شيء أو أردت أن تحتمي تلتجئ وتستعيذ بالله جل وعلا. وكما أخبر الله سبحانه وتعالى: قل أعوذ بربي الفلق. فالاستعاذة تكون بربي الناس جل وعلا، بالله جل وعلا، لا تكون بغيره. وكما قال صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى ينزل، حتى يرتحل من منزله ذلك. فالاستعاذة تكون بالله جل وعلا وبأسمائه وصفاته، ما للأولياء ولا للصالحين، يحتمي بهم كما يقول لك الليلة: أنا في حواك. ها ويلتجئون إليهم مع الله جل وعلا، وهذا شرك وكفر أكبر مخرج عن الإسلام. ومن تلك العبادات عبادة الطواف. الله سبحانه وتعالى يقول لك: وليطوفوا بالبيت العتيق. ليلة جماعة بتلقاهم يمشوا طريح الشيوخ ديل، ومشي يطوفوا بهم هناك زي ما يطاف ببيت الله سبحانه وتعالى، تقربا إليهم وسؤال الحاجات منهم، وهذا كفر بالله جل وعلا، وهذا مظهر واضح من مظاهر الشرك. وعندهم حج برضو، يحجوا لغير الله. فاتك الحجاز أمشي وين كده ما بعرف، كلها أبحرز. فكلهم مظاهر كثيرة جدا للشرك بالله سبحانه وتعالى، وتبديل للدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وكل هذا من الكفر بالله. ومن تلك العبادات عبادة الاستعانة، أن تستعين بالله، لأن الله جل وعلا أمرك بذلك: إياك نعبد وإياك نستعين. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سألته فاسأل الله، وإذا استعنته فاستعن بالله. وتكون شركا إذا استعان الإنسان بشخص فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، فالاستعانة بغير الله في جلب الذرية. قل لك كما عدا البيت الجنة طبعا. والله سبحانه وتعالى يخبر أن هذا الأمر منه جل وعلا وحده: لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما.
الله سبحانه وتعالى أخبر أنه الذي يهب. الجماعة ديل بيقول لك يهب الغلام الشيخ بيد الجنة، ده كفر أكبر مخرج عن الإسلام. تستعين بالله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، لأنه هو الذي بيده هذا الأمر وحده. ومن ذلك أنهم يستعينون بهم في إنزال المطر، يقول لك بيعماها في سماء، وهذا كفر مخرج عن الإسلام. فالذي ينزل هذا الغيث من السماء هو الله جل وعلا. يقول الله تعالى والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، ده الله سبحانه وتعالى، مش الفكيا ولا الأولياء. وهذا من الضلال. ومنهم من يستعين بهم في جلب ما ضاع منهم، يقول لك ده بيجيب الرائحة، وهذا كفر أيضا بالله جل وعلا. فهم لا يعلمون الغيب أصلا، لا يعلمون الغيب، كما قال الله جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ويقول الله جل وعلا وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ويقول إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقال صلى الله وأخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو لا يعلم الغيب كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وقال تعالى عالم الغيب. فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فيه أن الأنبياء لا يعلمون الغيب، لأن الله سبحانه وتعالى حينما يظهر الغيب للأنبياء يكون شهادة، فالأنبياء لا يعلمون الغيب. فهذا من ضلال الناس اليوم، يزعمون أن هؤلاء الأولياء يعلمون الغيب مع الله سبحانه وتعالى، وهذا كفر أكبر مخرج عن الإسلام. ومن تلك العبادات عبادة الذبح، أنهم يذبحون لغير الله تقربا لهؤلاء هذه الأوثان والأضرحة، يتقربون إليها كما يتقرب بالذبح لله جل وعلا. والله جل وعلا يقول فصل لربك وانحر، ويقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فهذا النسك قال مما فسر به قال الذبح، فالذبح لله جل وعلا وحده لا شريك له. ومن تلك العبادات عبادة النذر، أن يلزم الإنسان نفسه عبادة تقربا لهؤلاء الأولياء أو غيرهم ممن تصرف لهم العبادة مع الله سبحانه وتعالى، الجن وغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر الله سبحانه وتعالى أن هذا مما يتقرب به أهل الإيمان إلى الله، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فهذه من العبادات ينبغي كلها أن تصرف لله جل وعلا، وهذه ما دعا إليه الرسل وما ندعو إليه اليوم. وكل دعوة إلى غير هذا التوحيد مع شرك الناس اليوم فهي من الغش للمسلمين. فعلى الناس أن يعلموا ذلك وأن يوحدوا الله جل وعلا. هذا والله أعلم وأحكم. صلى الله عليه وسلم محمد. أفتح الفرصة للشيخ شاب.